تونس جميلة، والشعب المصري الشعب التونسي شعب طيب وشعب ودود ومضياف، وهو مش عارف قيمة البلد اللي هو فيها. احنا عارفين. لا والله عارفين. لا 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 لا، انتوا مش عارفين قيمة تاريخ تونس. صحيح والله. انتوا عندكم تونس هنا يعني بعيد عن الطبيعة الجميلة والأماكن الجميلة، ولكم وجهة على البحر، ورغم ان تونس دولة مش قدش عنا بحر وقدش عنا شيخات. لا لا، حر ايه؟ حر بحر، بحر. يعني بحر، بحر. بحر بحر. ده يعني شاعر عالمي، بيرم التونسي، وكاتب حاجات جميلة جميلة. أم كلثوم غنت له كتير يعني، ومن المخلدين. عندكم ابن خلدون اللي معمول له مثال ده. ابن خلدون ده مؤسس علم الاجتماع في العالم كله يعني، ما زالت كتبه بتدرس في الجامعات لحد النهاردة. مقدمة ابن خلدون في علم الاجتماع لحد النهاردة بتدرس يعني، ما طلعش زيه. أنا ليا صديق بيتجوز عندكم من تونس، متجوز واحدة تونسية يعني، فهو عزمني على العرس. قلت اجي يعني اتفسح واشوف تونس واحضر العرس بتاعه وابارك له وبعدين امشي. ايوه، جبت معاك كرموه وكلفازات ولا جبت معايا كرموه. عسلامه. الله يسلمك. لاباسه؟ يعني ايه؟ شنو احوالك يعني؟ ازاي؟ الحمد لله، الحمد لله كويس. تمشي شوي شوي لهجة وصيحة. انا بستغرب يعني ازاي احنا كلنا عرب وتطلعي من مصر تروحي تونس تلاقي لهجة مختلفة، تروحي المغرب تلاقي لهجة تانية، تروحي الجزائر تلاقي. انا ما اعرفش ازاي احنا عرب كلنا وما بنفهمش بعض حتى يعني. طب العلماء روحوا اشتغلوا على حالكم، فسروا الموضوع ده. هذا العلماء يشتغلوا على حالهم. جيت سياحة ولا شغل تونس؟ لا، جاي سياحة. سياحة؟ أول مرة لي أزور تونس. متأكد أنك جيت سياحة؟ متأكد. ما جاي إيه؟ جاي أتجوز يعني؟ أنا بقى ما عملتش التهمة هذه. لا، أنت قولي براحتك. أنا ما بيتصدقش عليا يعني، أنا راجل كبير وراجل مسن عادي. ما عندكم يعني زواج أربعة تعدد زوجات ولا؟ عندنا التعدد عادي. بس أنت جاي تعدد كمان. أنا جاي أعدد. بس مش عدد زوجات. عدد شنو؟ عدد الزيارات يعني. ما شاء الله. طيب كده كده نستثمر فيك يعني عادي. اهلا وسهلا فيك. يعني اول زياره لتونس. كيف شنو انطباعاتك؟ شنو لاحظت؟ تونس جميله، والشعب المصري الشعب التونسي شعب طيب وشعب ودود ومضياف، وهو مش عارف قيمه البلد اللي هو فيها. لا احنا عارفين. لا والله عارفين. لا 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 لا، انتوا مش عارفين قيمه تاريخ تونس. صحيح والله. انتوا عندكم تونس هنا يعني بعيد عن الطبيعه الجميله والاماكن الجميله، ولكم وجهه على البحر، برغم ان تونس دوله مش قدش عنا بحر وقدش عنا شيخات. لا لا، حر ايه؟ حر بحر، بحر. يعني بحر، بحر. بحر بحر. كان عايش عندنا في مصر بيرم التونسي. ده يعني شاعر عالمي، بيرم التونسي، وكاتب حاجات جميله جميله. ام كلثوم غنت له كتير يعني، ومن المخلدين. عندكم ابن خلدون اللي معمول له التمثال ده. هذاك ابن خلدون ده مؤسس علم الاجتماع في العالم كله يعني، ما زالت كتبه بتدرس في الجامعات لحد النهارده. مقدمه ابن خلدون في علم الاجتماع لحد النهارده بتدرس يعني، ما طلعش زيه برغم السنين الطويله دي، لكن ما طلعش زي ابن خلدون يعني. يعني تبارك الله، انت مصري ومهتم بالتاريخ التونسي. انا مهتم بتاريخ العالم كله، لان التاريخ اللي يعرف التاريخ بعمق يعرف المستقبل، لان التاريخ ما هو الا احداث متكرره مع اختلاف الزمان واختلاف الشخصيات، انما التاريخ بيعيد نفسه، ده صحيح. والاحداث بتتكرر تاني مع اختلافات بسيطه يعني. طيب شنو اللي شجعك وخليك تيجي تزور تونس يعني؟ خلاني اجي ازور تونس. انا ليا صديق بيتجوز عندكم من تونس، متجوز واحده تونسيه يعني. فهو عزمني على العرس. قلت اجي يعني اتفسح واشوف تونس واحضر العرس بتاعه وابارك له وبعدين امشي. ايوه، جبت معاك كرموه وكلفازات ولا جبت معايا كرموه؟ رموه. رموه؟ ايه رموه؟ مش رموم، رموه كهو.
يعني مو يعني مصاري يعني؟ لا مصاري ليش مش ترشق عليه؟ لا جبت مريجل. جبت اه قول لي راني مريقل. مريقل هو تكون مريقل دي كلمه؟ لا والله كلمة وحشه ولا لا مش وحشه والله احنا ما نقولش الوحشه هنا ابدا. امال ايه مريقل دي بقى؟ مريقل يعني كويس 100 يعني. اه بيه واضحه يعني بيه اللي خلص الزواج ولا لسه؟ لا ده لسه يوم السبت. حضرتش شويه هكا من الاول؟ لسه مازال ما بداش. ما حضرتش حاجه يعني. انا واصل امبارح الحمد لله على السلامه. بس رحت يعني اول ما نزلت يعني يا دوبك قعدت في شويه ونزلنا رحنا سيدي بوسعيد. اوكي اللون الازرق والابيض. اللون الازرق والابيض جميل والله. لو استدرجتي وليت نتكلم بالمصري انا كيفك. ما نتكلم بالمصري ما نتكلم بالتونسي. وليه ليه تتكلمي بالتونسي ليه؟ عشان يكون الحوار ناجح. عشان بس انتوا يعني اللي هيسمعنا هيفهم المصري لكن كتير ما فيش هيفهم التونسي. برا نعلمهم شويه. نعلمهم شويه. أوكي. نعلمهم شويه. ما تعلموني. طيب علاش السؤال اللي سالته لك حتى في الكواليس، علاش احنا شعب تونسي نفهم عليكم ونجاوبكم ونحكي بلهجتكم المصريه؟ عشان كويس وانتم ما تفهموش لهجتنا. أيوة. احنا الافلام العربي والاعلام بتاعنا منتشر من عشرات السنين. افلام والمسلسلات والمطربين وكده، فعشان كده عرفتوا اللهجه بتاعتنا من افلامنا يعني. بنتكلم عنا زد افلام وعن مسلسلات ما بتجيش عندنا يعني لسه الايام دي. بس طيب الخلل عندكم ده؟ انتوا عندكم اول ما يعني وصلنا لطيفه. اول ما قالت برشا مصر كلها دلوقتي بتقول برشا من غير ما يعرفوا برشا. بعثنا لكم لطيفه، بعثنا لكم هند صبري، بعثنا لكم برشا اسماء يعني. فرحان بزياره؟ عجبتك البلاصه ولا ناوي ترجع ان شاء الله؟ لا مع لا الاهل والعيله ولا؟ لا انا فرحان بالزياره جدا. ولا مش تقول لوحه عليا فك عليا؟ لا, لا 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 انا فرحان جدا. تقول فك عليا؟ فك عليا يعني تقصدي يعني ملاش. لا مش هقول كده. مش تقول فك عليا؟ لا انا يعني فرحان بالزياره فعلا. اوكي. وانا مبسوط اني جيت زرت تونس. وناوي اكرر الزياره تاني ان شاء الله. طب الزياره الجايه معاك المدام ولا لا؟ الزياره الجايه ممكن المدام تبقى معايا. والاولاد اصل الاولاد عندي مش اولاد، كبار يعني. بارك الله. كل واحد عايش حياته يعني. مش مستنيين ان انا اللي اجيبهم يعني، لو عايزين يجوا هم يجوا يعني. طيب تجيب المدام وتجي. ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. تشتري لها هدايا ولا لا؟ طبعا اهي. شنو اشتريت لها؟ الله 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 هايل اهو. وشنو ايه؟ ما شاء الله. ولسه وشري لها جبه. جبه؟ ايه. حاضر. طيب انت رايح المدينه؟ احنا كنا في المدينه اللي هي المدينه العربيه. رحناها دلوقتي. الجبه هم الاغراض هذوما التونسيه. زي البدوي. منتوجات تونسيه 100% يعني. عجبوك ولا لا؟ والله يعني كويس يعني كويس. وكأنك بس بتتكلم تحت التهديد. لا مش تحت التهديد. أصل كل بلد وبيبقى لها يعني بتبقى محتفظة بالزي بالزي بتاعها يعني. فإحنا عندنا في مصر برضو لنا زي مميز يعني. في مصر وين؟ في العباية. لا مصر يعني اسكندرية وين؟ أنا من مصر. منين؟ أنا من محافظة اسمها الشرقية. إيه؟ الشرقية. أوكي. طيب تحيتنا لمصر وللشرقية والأهل المصري كلهم إن شاء الله.